في الإسماعيلي لو اه تفتكروا، اه يعني وتاكا هداف افتكر أحلامي وتاكا، كبير يعني. انما تفكروا كاوشي لكن لا الكاوشي ده قديم قديم قوي، مش شوية. جيل أنا، مش جيل لك أنت. اه لا اه فيعني وتاكا، وتاكا ده برضو كان جامد جدا، فيرويد جامد بتاع الاسماعيلي. وعندك في الاهلي فيليكس برضو كان كويس جدا، وفيليكس فيليكس طبعا، وفلافيو. فلافيو، دي اسماء كده مش هنقدر الناس ننساها. دي كده يعني، فلافيو وجيلبرتو تلاقيهم مرتبطين الاسمين صحيح ببعض كده في صحيح. الاهلي، فيليكس في الاهلي. وفلافيو ده كان ليه قصة مع مستر مانويل جوزيه، سنة كاملة يعني ما بيجيبش سنة جون، كاملة ما في بيعملش الاخر جاب حاجة. جون بظهره. صحيح. طيب نروح بقى لدوري ابطال افريقيا، واعتذار الكاميرون عن استضافه مباراه الدوري طبعا عشان خاطر انتشار وباء كورونا هناك، والجهود المصريه اللي بيقوم بها اتحاد الكره، وده طبعا بمساعده وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي عشان استضافه المباريات وحظوظ الفرق المصريه في البطوله دي. شايفها ازاي؟ واحنا هنا وكنا متابعين قلنا ان احنا بنتمنى، وكان يعني الامور ماشيه كويس جدا انه النهائي يبقى مصري اهلي وزمالك. ان شاء الله. بنتمنى كلنا كمصريين، بنتمنى النهائي يبقى مصري، وبنتمنى ان النهائي يبقى موجود في مصر. وهو يبقى فيه صعوبه ان انت تستضيف عشان عندك فرقتين مصريين، وبنسبه كبيره قوي ان انت على الاقل هيبقى فيه فرقه واحده بس. احنا ان شاء الله نتمنى ان يكون فيه فرقتين من مصر، والنهائي يبقى في مصر يعني باذن الله. يعني لما افكرك بالمفاجاه بان احنا بناخد امم افريقيا ونقوم بيها، ثم بعد كده دكتور اشرف صبحي بيقوم بترتيب برضه ملف اخر لاستقبال هذه البطوله، اعتقد ان دي مجموعه من النجاحات الرياضيه المهمه في تاريخ مصر. شايفها ازاي يا كابتن؟ واحنا من فضل الله كده بقينا قادرين على تنظيم البطولات العالميه. طبعا احنا طب مصر، مصر اسم كبير في افريقيا، ولينا اسمنا، ومصر بلد كبيره. فانت ما يعني خدنا بطوله افريقيا، ولو ان شاء الله كمان يبقى وكانت بطوله مفاجأة افريقيا لو مفاجاه تفتكر. طبعا طبعا. وكمان ربنا كرمنا كمان يقدر ياخد بطوله افريقيا، دي كمان تفرق معانا، كمان تفرق معانا كدوله وكرياضه وحاجات كتير قوي لمصر. فبنتمنى نتمنى دي حاجات كويسه وانجازات كويسه للاتحاد وللوزير يعني ان شاء الله اشرف صبحي. عايز اخدك لقضيه رياضيه شويه، وطبعا بعد احلال مجلس اتحاد الكوره ووجود المهندس عمرو الجنايني كرئيس اللجنه الخماسيه لاداره الملف في مصر، شايف ازاي وشايف تغييرات ازاي برضو؟ لانه ده برضو مهم قوي للانديه، فكره استقرار اتحاد الكوره واتخاذ القرارات المناسبه، ده بيفرق وبيعود الحقيقه بايجابيات كتير على الانديه. شايفه ازاي يا كابتن محمد؟ طبعا لما يكون في اتحاد كره قوي ويكون منتخب ويكون في استقرار في الكوره، بيبقى فارق مع الانديه كلها، يبقى في قرارات، يبقى كل الانديه عارفه. انما انا مش دلوقتي ما في قرار بيطلع وانا اجي اعترض والانديه تعترض، فبيبقى فيش نظام. وبتمنى ان يبقى الاتحاد الكوره كمان يحدد بدء الدوري والتوقفات، ونبدا دوريات زي اي دوري موجود في اوروبا. يعني احنا من قبل ما الدوري يبدا في اوروبا بيقول لك هيبدا يوم كذا ويخلص يوم كذا، يعني كل حاجه معروفه. انما احنا في مصر بنبدا يوم كذا وده في توقفات وفي فبيأخرنا كتير. يعني نفسي نوصل لمرحله ان الدوري هيبدا يوم كذا وينهي يوم كذا، زي اوروبا بيحدد كده وبيعمل. فدي تفرق معانا كتير، و تحصل ان شاء الله. يا مساعد يا مساعد تفرق معانا هيبقى كتير. في استغناء عن بعض البطولات يمكن ما بتضيفش كتير، ولكن كمان بتحاول الحقيقه بيحصل عطله كتيره جدا، لكن في الاخر التنظيم ده زي ما انا مثلا كلام حضرتك انا موافق عليه جدا كابتن محمد. انت لو دخلت على ليفربول النهارده مثلا سنه 2021 هتعرف هيلعب بايه مع ايه، ده صحيح ده موجود يعني، بذكر المحترفين والمصريين اللي منورين بره على راسهم طبعا نجمنا الكبير محمد صلاح. اي لاعب مصري امنيه حياته من ضمن اهدافه ان هو يحترف في الخارج. انت لعبت سنه في السعوديه كابتن؟ انا لعبت سنه في السعوديه، وطبعا اي لعيب بيبقى نفسه يبقى يطلع بره يحترف، تفرق معاه كتير قوي. كمان بتقربك قوي، طول ما انت بره بتقربك للمنتخب، بتبقى في المنتخب، دي حاجه اساسيه. وكل حد يطموح يعني، هو كان كل حد يتمنى ان هو يخرج زي ما صلاح ربنا كرمه كده، كان نفسنا كلنا. بس هي نصيب وكل واحد بياخد اللي ربنا كاتبه له يعني. اعتقد انه محمد صلاح وتريزيجيه واحمد حجازي ومش عايز انسى حد بس والمحمدي والمحمدي ومجموعه من اللاعبين الحقيقه اللي هم يعني تميزوا بسمعه طيبه جدا سواء اخلاقيا او فنيا في الملاعب. شايف ده هيعمل اتجاه لهذه الانديه الكبيره
للاعب المصري ولا لسه شويه؟ لا 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 لا، ده بالطبع موجود اصلا. يعني هو صلاح كمان، حته صلاح ان المستوى اللي هو واصل ليه دلوقتي من احسن لعيبه في العالم، خلاص بتخلي الناس كلها تبص ده بصلاح من مصر مثلا، فبيبدا يركز مع اللعيبه المصريه. فرقت ان صلاح لما نجح في الدوري الانجليزي من قبل المحمدي كان ناجح في الدوري. فرقت مع تريزيجيه، يعني تريزيجيه لما اشتغل كويس، هو لعيب كبير اصلا، تريزيجيه لعيب كويس قوي، احب تريزيجيه بصراحه. صحيح. ففرقت معايا، سهلت له الدنيا يعني. طول ما الناس دي ماشيه كويس، الاخبار برضه لعبوا معاه في كريستال بالاس، لعبوا معاه دور مهم يعني. ماشي كويس تريزيجيه تقريبا، الماتش فات لسه جايب جون او جونين تقريبا. ماشي كويس، فدي تفرق. طول ما هم ماشيين كويس بتدي الثقه للانديه في الدوري الانجليزي ان هي تبص للاعيب المصري يعني. صحيح. كابتن محمد نورتني، ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا رب. 30 دقيقة عدوا بسرعة جدا، لكن نورتنا في الكرة في الأسبوع، وكانت إطلالة مهمة جدا على الجمهور. حبيبي ربنا يخليك، الشرف ليا وأنا مبسوط إني كنت مع حضرتك. شكرا، ربنا يخليك يا رب. نجمنا الكبير كابتن محمد أبو شعيشة، نجم نادي نجوم المستقبل، والحقيقة تاريخ كبير في ملاعب كرة القدم. بكده تكون خلصت حلقة النهاردة، الأسبوع القادم حلقة جديدة. إلى اللقاء.